اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الحليوه اللي كتجي جد 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 رائعه، كتذوب في الفم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا عند جنات. نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله ندير معكم واحد الحليوه اللي كتجي جد 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 رائعه، كتذوب في الفم، كتجي زوينه بزاف. بغيت نشاركها معكم حتى نتوما تستافدوا من هذه الحلوه، كتجي رائعه بزاف بزاف. المكونات جد بسيطه، انا درتها باللوز، يمكن لكم تعودوا اللوز كاوكاو على حسب الموجود. هذه الحلوه على حسب الموجود، راها كتجي زوينه بزاف بزاف. تابعوا معايا المراحل حتى الاخر باش تشوفوا كاع المقادير ديالها. ولي اول مره كيزور القناه ما تنساوش لايك اشتراك تفعلوا الجرس باش تعم الفائده، تبارطاجيو باش تعم الفائده، كلشي يستافد. لحقاش كتستحق تجربه هذه الحلوه، كتجي رائعه كما كتشاهدوا، كتجي زوينه وكتجي مشقه، ها نتوما كتجي رائعه بزاف وبنينه. وما نطولش عليكم الفيديو، يلا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله، عندي 250 غرام ديال الزبدة، مارغارين، عندي ربعة ديال اللوز مقلية، ربعة ديال الججلان تاهو مقلي، ربعة ديال الكوك، جوج كيسان ديال السكر كلاصي، وجوج كيسان ديال الزيت ربعة ربعة، عندي شاصي ديال الخميرة، عفوا شاصي ديال الفاني، وجوج صاشيات ديال الخميرة كيميائية، وعندي الملح، وعندي الشكلاط فيغميسيل. هادو هما المكونات. ندوزو الطريقة. اول حاجة نجيب قصرية اللي غنخلط فيها، اول حاجة غناخد الزبدة، تكون هاد الزبدة بحرارة المطبخ، ناخذ سكر كلاصي، قبصة تاع الملحة من الضروريات، ساشي تاع الفاني، هادشي نخلي بلاتي شي دقه واحده، الزيت، ندير ربع تاع الكوك، واللوز والججلان والخميره غيبقاو حتى الاخر. دقيقه البنات راه ما قلتوش ليكم حتى الاخر، بسم الله نخلط كما كتشاهدوا الزبده راه رطبه، ما غاديش تمحل لنا ما والو، عاد علاش درت الكوك هو الاول باش كيشرب داك الليدان باش ما كتجيناش الحلوه ناشفه. هاد الحلوة كتجي كتذوب في الفم، كتجي رائعة. نخلطو حتى ينسجم لينا العناصر كاملة، عا باش غادي نزيد الدقيق، وعا باش غنزيد اللوز وندي الجلان والخميرة، كنصمتو بحال هكا تتبان لينا الزبدة بحال بدات كدير بحال شكل لاكريم، كتولي بيضة بزاف. مع الكوك راه كيتحك يحك الزبدة مزيان، صافي. انا غنبدا ندير نزيد الدقيق، الدقيق راه مغربل،
غادي نزيد الدقيق غادي نزيد اللوز ججلان خميرة نخليها هي الاخرى نزيد الخميرة ونزيد معاه واحد شويه دقيق ونخلطها بحال هكا كامله نحاول نجمعوها نوجدوا اللاطه هي كتكون بحال هكا كتكون بحال شويه كتكون كتجمعش مزيان نجيبو اللاطا ونرجع معاكم ان شاء الله غنبدا نشكلها على شكل كره والحجم كيبقى اختياري بغيتو ديروها صغيره بغيتو ديروها كبيره على حسب كما كتشاهدوا حطوها بلا صغيره نحاول نجمعو حتى يتشقق ومن يبقى لي شويه غادي نزيد هذيك الشكلاط فيرميسي خليت هاد شويه غندير فيه الشكلاط الشكلاط فيرميسي اختياري اللي بغا يديرو يديرو ما نخلطوش بزاف شويه الاخر خليته عادي وهذا درت فيه الشكلاط هو غنديرو على شكل غريبة باش ديرو نتوما على شكل هلال ديرو حتى الهلال كيجي رائع كيجي زوين صافي ونكور كيما كتشاهدو باش نحط في اللاطه هذه راه كتكبر هذه الحلوه هذه وندير هذا الشيء كله ونرجع معاكم ان شاء الله من بعد ما ساليتها انا نديها للفران ندير لتحت العافيه فوق منها حتى تشقق وعاد باش نطلعها لفوق جي 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 رائعه كتذوب في الفم كتجي زوينه بزاف كتجي رائعه بزاف بزاف المكونات جد بسيطه انا درتها باللوز يمكن لكم تعودوا اللوز كاوكاو على حسب الموجود هاد الحلوه على حسب الموجود راها كتجي زوينه بزاف بزاف وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا بعد ما خرجناها من الفران كيفاش كتجي كتجي رائعه كتجي مشقه كتجي غزاله بزاف نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وبالصحه والراحه ومع السلامه